وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبته الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، مع حضراتكم وحصة جديدة من دروسنا حول أحكام التلاوة. اليوم بحول الله تعالى حديثنا عن النوع الرابع والخامس من اللامات السكن، لام الأمر ولام الحرف. وكنا قد تكلمنا في الحصة السابقة عن لام التعريفية ولام الاسم ولام الفعل، وعرفنا أن لام التعريفية هي التي تدخل على الأسماء فتعرفها، وعرفنا أنها تنقسم إلى قمرية مظهرة وعند 14 حرفا، وشمسية مضغمة عند 14 حرفا الآخرين. وعرفنا لام الاسم هي اللام الساكنة الأصلية التي هي في بنية الكلمة، وتكون في كلمة اسمية وحكمها الإظهار مطلقا. عرفنا أيضا لام الفعل، قلنا أنها اللام الساكنة الأصلية يعني من بنية الكلمة أيضا، وتكون في فعل إما ماضي أو مضارع أو أمر. وطبقنا من خلال الأمثلة ومن خلال سور القرآن. اليوم بإذن الله تعالى نستكمل أنواع اللامات السواكن، لام الأمر ولام الحرف. أولا لام الأمر، معرفة نقول هي اللام الساكنة التي تدخل على فعل الأمر فتحوله إلى صيغة الأمر. نقول هي اللام الساكنة الزائدة التي تدخل على الفعل المضارع، تدخل على الفعل المضارع فتحوله إلى صيغة الأمر، شرط أن تسبق بالواو أو الفاء أو ثم. كما أقول مثلا وليعفوا وليصفحوا، تلاحظ أنها ساكنة، دخلت الفعل يعفو يصفحوا، دخلت لام الأمر ساكنة ومسبوقة بالواو. قول معايا وليعفو، تلاحظ أننا نسكنها، وليعفو وليعفو وليصفحوا، كمان مرة وليعفو وليصفحوا، أو مسبوقة بفاء فليمدد فليمدد، تلاحظ أنها أيضا ساكنة، فلينظر الإنسان فلينظر الإنسان، فلتقم طائفة فلتقم، ولاحظ الفعل تقم ينظر يمدد، دخلت لام الأمر دخلت على الفعل أي أنها زائدة فعل المضارع فحولته إلى صيغة الأمر ومسبوقة بالفاء، والأمثلة السابقة كانت مسبوقة بواو، هنا معنى مسبوقة بالفاء كما قلنا فليمدد. الفظ معي فليمدد مظهرة، تلاحظ أنني ألفظ باللام مظهرة ساكنة مظهرة، فليمدد فلينظر فلتقم، أو مسبوقة بثم أو مسبوقة بثم، كما ثم ليقطع ثم ليقضوا، وهنا إضافة بسيطة، تلاحظ أننا نطقت في ثم ليقضوا ثم ليقطع أنني حركت اللام بالكسر، عند كل القراء يقرؤونها بالسكون ثم ليقطع ثم ليقضوا، لكن ورش هي أيضا لام الأمر، لكن ورش يقرأها متحركة بالكسر رواية لأنه سامعها هكذا من نافع، حركها بالكسر وله علة سنذكرها. يقول ورش ثم ليقضوا، يحركها بالكسر، هي ساكنة الأصل أنها ساكنة لكنه حركها بالكسر لعلة سنذكرها، قال ثم ليقضوا ثم ليقطع. لماذا حركها ورش هنا بالكسر مع أنها لام أمر وأن حكمها السكون مطلقا، وعرفنا أنها تسبق بواو أو بفاء أو بثم، لكن لماذا لم يحركها بعد حينما جاءت بعد الفاء وبعد الواو
لم يحركها بالكسر وقرأها ساكنة كما استمعنا فليمدد وليعفو، وحركها بالكسر بعد ثم، نقول أن ورش كان إماما في العربية واختار هذا الوجه لأنه صح عنده أن يقف على ثم ويفصلها عن الفعل بعدها، عن ليقطع أو ليقضوا. فلما صح له الوقف على ثم وفصلها عن الفعل بعدها لم يستطع أن يبتدئ بساكن، أصل اللام ساكنة، فحركها كأنه قدرها في الوصل أنه سيحركها بالكسر، يقول لا، أردنا أن نبتدئ بها ليقضوا ليقطع، ثم استصحب هذا التحريك بالكسر في حالة الوصل. يعني هو قدر أولا أنه سيقف على ثم، وقدر أنه سيبتدئ باللام فحركها بالكسر، ثم وصل ثم بالفعل بعدها واستصحب هذا الوجه الذي قدره من قبل، فقرأ ثم ليقضوا ثم ليقطع، وسكنها في باقي الأمثلة بعد الواو وبعد الفاء كما ذكرنا، فليمدد فليعفو وليعفو وليصفحوا فلتقم وهكذا. أما عند ثم ليقضوا نبين في رواية ورش التحريك بالكسر وعرفنا العلة، ولم يصح أنه لم يصح عنده فصل الواو والفاء عن الفعل. نقول لماذا لم يحركها بالكسر بعد الواو وبعد الفاء؟ لأن الواو والفاء شديدة الالتصاق بالفعل بعدها، فلم يصح فصلهما كما صح فصل ثم عن الفعل الذي بعدها. إذا لام الأمر الخلاصة أنها هي اللام الساكنة الزائدة التي تدخل على الفعل المضارع فتحوله إلى صيغة الأمر شرط أن تسبق بالواو أو الفاء أو ثم، وحكمها السكون مطلقا، السكون مطلقا. النوع الخامس من أنواع اللامات السواكن في القرآن الكريم هي لام الحرف. لام الحرف نقول هي اللام الساكنة الواقعة في حرف بل وهل، نقول مرة أخرى هي اللام الساكنة الواقعة في حرف بل وهل، ولها عند حروف الهجاء حكمها، يعني هي بالنسبة لحروف الهجاء لها حالتان، إما الإظهار عند 26 حرف والإدغام عند اللام والراء، عند اللام والراء، يعني تظهر بل عند 26 حرف، كما أقول مثلا بل هم في شك، بل قالوا إلى آخره، وكذلك هل ينظرون، هل ترى، وهكذا، هل نجعل. إذن بل وهل حكم اللامات فيها، وهي لامات الحرف، الإظهار عند كل حروف الهجاء ما عدا اللام والراء يكون حكمهم الإدغام، إدغام بل في اللام والراء، كما أقول بل لا تكرمون اليتيم، بل لا، بل وجد بعدها لا يكون الإدغام، كلا بل لا تكرمون، بل لا، يعني النطق بلام واحدة مشددة، أو مع الراء بل ربكم، بل ربكم، أو هل مثلا هل لكم، فهل لكم، تضغم مع اللام. ولم يأتي مثال للراء بعد اللام، لم يأتي في القرآن مثال للراء بعد اللام في كلمة هل. إذن لام الحرف خلاصة هي اللام الساكنة الواقعة في حرف بل وفي حرف هل، ولها عند حروف الهجاء حالتان، الإظهار والإدغام، الإظهار عند كل حروف الهجاء والإدغام عند اللام وعند الراء. وبإذن الله تعالى سنطبق بعد قليل على أحكام اللامات الخمس، على لام التعريفية سواء كانت قمرية أو شمسية، على لام الاسم، على لام الفعل، وعلى لام الأمر، وعلى لام الحرف. والآن تطبيقا لأحكام اللامات
بعد أن شرحنا الأنواع الخمسة منها، سيظهر أمامك الآن سؤال عن اللامات، سيظهر على الشاشة في عدة أمثلة. أنا سأقرأ الأمثلة وحضراتكم تتولون الإجابة عليها. من أراد أن يضع الإجابة في تعليق يعني هذا شيء جميل، يبقى في تفاعل وفي إن شاء الله يعني تدريب وإتقان لأحكام اللامات السواكة. وهذا السؤال سيستوعب كل ما شرحناه في الخمسة أنواع. ستظهر أمامك الآن الشاشة وعليها السؤال. السؤال يقول: أذكر نوع وحكم اللامات السواكن في الكلمات الآتية. أذكر نوع وحكم اللامات السواكن في الكلمات الآتية. يعني مطلوب إيه؟ مطلوب النوع والحكم، مطلوب حاجتين. المثال الأول كما ترون: التابوت. انصت لللفظ وللنطق الصحيح: التابوت. المثال الآخر: الفافة. الفافة. يلتقطه. يلتقطه. بل قالوا. بل قالوا. وليطوفوا. وليطوفوا. الباري. الليل. قل هاتوا. سلهم. سلهم. ده مثال لوحده، كلمة سلهم. ألهاكم. ألهاكم. من كلمة ألهاكم التكاثر. ألهاكم. اللطيف. اللطيف. ثم ليقضوا. ثم ليقضوا. هل ينظرون. هل ينظرون. بل ربكم. بل ربكم. وليوفوا نذورهم. وليوفوا نذورهم. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله الطيبين، والحمد لله رب العالمين.